السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم راح أحكي لكم عن رحلتي من مدينة ستوكهولم إلى جزيرة هولندا الواقعة بين السويد وفنلندا. حتى نروح على مكان الباخرة كان لازم أول شيء نطلع بالباص رقم 53 من عند محطة قطارات الرئيسية بستوكهولم تي سنترالين. الطريق بالباص كان حوالي ربع ساعة من التي سنترال حتى مكان الانطلاق اللي رح تنطلق منه الباخرة. هلأ وصلنا للمكان اللي رح تطلق منه الباخرة. رح نمشي شوي باتجاه الباخرة عند الفايكنج لاين، وبعدين أول شيء بعد ما ندخل لصالة الانتظار لازم نحن نعمل تشيك إن حتى نقدر ناخد البطاقة اللي رح نمشي فيها خلال الباخرة أو لدخول الباخرة. أول شيء نحن نضغط على اللغة اللي بدنا إياها، وبعدين نضغط على البوكنكس نمبر نحطه هون، وبعدين نضغط على كلمة فوتشيت أو كومبليت ومنكمل. نضغط على تشيك ان بالاخضر، وبعدين ناخد الكرت من الماكينة تحت. طبعا التشيك ان بيكون مفتوح عادة قبل عدة ساعات من انطلاق الباخرة، لذلك ما في مانع انه توصلوا بكير شوي. وهون مثل ما شايفين الكنترول بيملوا كنترول على التذكرة وايضا على وثيقة السفر او جواز السفر. طبعا اي شخص بالغ اكيد لازم يكون معه جواز سفر بالاضافه للتذكره، اما الاطفال تحت سن 18 فما في داعي يكون معهم جواز سفر ولا حتى هويه، بكفي انه يكونوا مع والديهم. هون مثل ما شايفين حاطين قائمه الممنوعات. طبعا انا اخذت معي شويه اكل، ما حدا حكى معي شيء ولا شافوهم ابدا، وكانت الصاله مزدحمه. بعدين فتحت الابواب ودخلنا الباخره اللي اسمها سندريلا، ومثل ما شايفين هي باخرة عملاقة جدا، وبعد شوي رح نشوف كيف شكلها من الداخل. مثل ما شايفين كمان حتى السيارات في لها طابق خاص بإمكان الواحد يسافر مع سيارته كمان. وهون أول ما بتدخلوا الباخرة في موظفين استعلامات ممكن بيعطوكم برنامج الرحلة، خصوصا برنامج الأطفال، وكمان بإمكانكم تسألوهم بأي طابق أنتوا رح تكونوا موجودين إذا ما كنتوا عرفانين من خلال التذكرة. وهون مثل ما شايفين مخطط الباخرة، طبعا لما تكون مكتوب كمان على التذكرة بأي طابق أنت رح تكون موجود من خلال رقم الغرفة كمان. وهاي هون الغرف مثل ما شايفين الممر، الغرف شوي قديمة شوي، لكن طبعا في بتختلف بين جناح والتاني، في غرف صغيرة وفي غرف كبيرة. أنا أخذت غرفة عادية اللي ستاندرد، الغرفة الكبيرة. هم كمان عم تفتح معي الغرفة، لكن الحمد لله بالآخر فتحت ودخلنا الغرفة. مثل ما شايفين هي ستاندرد، يعني كانت مع الحجز، هي هذه مجاني ما لها رسوم إضافية. بإمكان الشخص إذا حابب ياخذ غرفة أكبر إنه يدفع زيادة. مثل ما شايفين فيها الغرفة أربع أماكن للنوم بالإضافة إلى حمام صغير. هذا هون الحمام، حمام عادي طبعا. وهلا صار وقت نعمل جولة بالباخرة حتى نتعرف على أقسامها. طبعا في عدة طوابق، كل طابق مخصص لشيء. هلا كمان رح نشوف اطلالة الباخرة من الجانب. طبعا في كذا مكان بامكان الواحد يوقف ويشوف جوانب الباخرة واطلالتها. ومثل ما شايفين هون مدينة الالعاب جرونالوند الشهيرة بوسط ستوكهولم، كان نشوفها من الباخرة. طبعا لحد الان الباخرة ما زالت متوقفة، ما انطلقت. انطلاق كان مفترض يكون الساعة الخامسة مساء، لكن تأخرت حوالي الربع ساعة عن الانطلاق. وهلا راح اترككم مع هذا المنظر الرائع والخلاب قبل ما تنطلق السفينه لعدة دقائق، وبعدين بنكمل مشوارنا. فخليكم معنا وتابعوا الفيديو للاخر. بنكمل هلا مع استكشاف الباخرة. هون مثل ما شايفين كان في ماكينة صراف إذا الشخص حابب إنه يسحب مصاري كاش. هون في قسم المطاعم، طبعا الأكل نوعا ما غالي شوي أو مرتفع الثمن. وهون قسم الأطفال وقسم ألعاب الأطفال، في قسم منها مجاني وفي قسم منها مدفوع.
مثل ما شايفين هون مكان على سبيل المثال للرسم وغيره من الأماكن اللي الأطفال كتير رح يحبوها ويبصلوا فيها حتى مع أطلالي جميلة وساحرة. مثل ما شايفين بهاللحظة بدأت الباخرة بالتحرك باتجاه جزيرة أولند، وهلا رح نترككم كمان مع مناظر خلابة لجوانب اللي بتطلع عليها السفينة من اليمين واليسار. ومثل ما شايفين في متجر صغير، هو عبارة عن سوق حرة أشبه بالموجود بالمطارات لكن نسخة مصغرة إلى حد ما. بيبقاكم تلاقوا كثير من الأشياء مثل العطور والمكياجات والملابس والدخان وغيرها من البضائع أو المنتجات اللي ممكن تلاقوها بسعر أرخص من الموجودة بالسوق. أنا بالنسبة لي شفت الأسعار عادية، ما أنا غالي ولكن بنفس الوقت ما أنا رخيصة، يعني أسعار معقولة جداً. وهلأ نرجع لسطح السفينة. مثل ما شايفين هلأ صار وقت الغروب، رح أترككم مع هذا المنظر الجميل والأكثر من رائع.
بعد ما ارتحنا ونمنا كام ساعة صار وقت الصباح وقربت السفينة من توصل لجزيرة أولاند، وهيك نحن نوصل للجزء الأول من هاي الرحلة. بترككم مع هاي اللقطات وإن شاء الله نشوفكم بالجزء الثاني اللي مهم جدا أنكم تحضروه لأنه صار معنا شيء غير متوقع، ورح أحكي لكم عنه إن شاء الله بالفيديو التالي.